بدأت الفكرة من أجل تحقيق رؤية الشركة، آلاف الموظفين فريق واحد. وبالتالي رأت لجنة تحسين بيئة العمل العمل على هذه الفكرة وصياغتها من جديد لتحديد التواصل ما بين الموظفين. من هذا المبدأ بدأنا بتغيير المساحات الداخلية بحيث العلاقات بين الموظفين من صغير الموظف إلى رئيس الشركة لا يوجد حواجز. أولاً نعتقد الـ STC بدأت رحلة تغيير ثقافي تشكر عليها إدارة الشركة، تبنت أحد الثيمات اللي تركز عليها بشكل كبير اللي هو الإبداع بشكل أكبر في سوق الاتصالات. نتكلم عن التغيير فيما يخص بيئة عمل الموظف بحيث تكون بيئة مفتوحة منفتحة في المساحات والفراغات بحيث تحصل عملية الدمج والتوائم بين الموظفين في أداء وظائفهم. إدارة التصميم عندنا في الاتصالات السعودية كشعبة المساحات طبقنا سياسة جديدة. السياسة الجديدة هذه تعتمد على الأوبن سبيس، المكاتب المفتوحة. طبعاً أعطتنا أريحية كاملة بين الموظفين، مثل سرعة التنقل بين المكاتب وسرعة إنجاز العمل. هذا الشيء اللي يعكس على زيادة الإنتاجية من الموظف، وصرنا يعني كفريق واحد، أصبح المجموعة كاملة فريق واحد والتعاون بيننا أصبح أكبر. بتحسسه أنه عايش بين زملائه، يعني أخوانه. يعني موظف عندما يجد جميع الاحتياجات التي يستطيع أن يقضيها في أوقات فراغه سيكون عطاؤه أكبر. كل إدارة لها احتياجات، بس عندنا جايد لاين ماشيين عليها: الإضاءة الطبيعية، أماكن ترفيهية تخدم الموظفين، زيادة في قاعة الاجتماعات. فهذه اللي حاولنا نطبقها في جميع المواقع. احنا نجلس في مكاتبنا تقريبا 8 إلى 10 ساعات أحيانا بالدوام. استحدثنا كثير من الشغلات اللي يستطيع الموظف أن يرفه عن نفسه مع زملائه. أصبح المكان الراحة موجود في نفس المبنى أو في صح تعبير في نفس القسم اللي هو موجود فيه، ما يضطر إنه يطلع خارج المبنى. حتى الغرفة اللي هي اللونج، غرفة الراحة، أيضا تعطي أريحية للموظف بعد 6 ساعات أو 7 ساعات هو جالس في المكتب كتغيير جو. أشوفها جميلة جدا صراحة. الجلاس بورد اللي موجود في البيئة بيوضح البيئة بشكل كامل وبيعطي شفافيه بين الموظفين. جدار عباره عن نوت كامل يكتبون فيه ريكوايرمنت، برامج اللي يصممونها، البروسيس، المشاريع اللي شغالين فيها. احنا الان لنا تقريبا 7 أو 8 شهور بعد ما تعودنا، بالعكس لقيناها شيء جميل. اتمنى من الموظفين انهم يصبروا شوي عليها وبيلاقوها افضل ان شاء الله. الرسالة اللي ودي أوصلها إن الجميع موظفي الاستيسي زملائي بالشركة هو العمل كفريق واحد، ونتمنى إن شاء الله أن ينقل الشركة إلى عصر جديد في العطاء والتميز بالعطاء اللي إحنا نلاحظه. أشكر الجميع على المساندة، وبدونهم لا يمكن تحقيق الأهداف. بيئة جديدة، مساحات مفتوحة، شفافية ما بين الموظفين تجعلنا نحقق هدفنا المنشود. فمعا وبأخوتنا سنرسم خطواتنا الثابتة نحو الهدف.